انا بدي اقول انه لبنان بألف خير رغم كل شيء، طالما عنا هالقد ناس وخامات حلوه بالاخراج وبالتمثيل، واليوم عم ننجمع بعد غياب. شو بتحبي تقولي؟ بحب اقول الله يخلي لنا هالبلد بالرغم من كل شيء صعب عم نقطع فيه، بالاخر اللي ما له وما بيحافظ على بلده ما له ولا بلد رح يستقبله. انا بحب لبنان وبحب انه نكون كلنا مجموعين، وان شاء الله يا رب هالغيمه تقطع. لأول مرة هالسنة بتعرفي الجمعية العمومية بتنجمع مرة بالسنة، لأول مرة بننجمع وبنشوف بعض رغم كل الظروف. بتعتقدي حيصير في نصاب؟ حيصير في انتخابات هلأ ولا من الدورة الأولى؟ لأنه إذا ما كان كامل العدد بتتأجل لمرة تانية. لا بفتكر رح يصير في نصاب، يعني العدد اللي عم شوفه بدل أنه في نصاب اليوم رح تكتمل، والانتخابات أكيد قريبة وإن شاء الله رح نترشح كمان. حلو حلو، هذه شغلة كتير مهمة لأنه من زمان ما في عنا نقيبة هون كمان. مش بالضروري يكون نقيبة يعني أو شيء، مهم أنه نكون فعالين بالصح. وأنا سبق وترشحت قبل ما سأبني حز، بس بدنا نترشح لأنه العنصر النسائي كتير مفقود يعني، كرمال هيك لأكتر بقى. ليه بتعتقدي أنه النساء ما كتير بتشارك عادة بالانتخابات؟ هلا يمكن ما بيخلوهن ويمكن ما لهم فرص، بس معروف عن النساء انه اكتف وبيتحركوا اكثر وكذا، يمكن اذا اعطوهم فرصه بفتكر بتغير. انا بدي اقول نحن بحاجه لتغيير كثير كبير بلبنان، وان شاء الله بتكون المراه هي الرائده لانه بتستاهل. ان كانت مراه او رجل، مهم اي حدا يجي يشتغل مش يحكي على الفاضي، يعني ان كان بالسياسه او بالاشياء الفنيه، يعني الشخص المناسب بالمكان المناسب. نعم انا بدي اقول لك يعطيك العافيه وشكرا لك. ميرسي لك ولا استاذ بول، كلكم ذوق.